انا جيت هنعمل وصفه مكرونه المستعجلين. ايه بقى القصه؟ وصفه بسيطه جدا وظريفه. اول حاجه معانا مكرونه سباكيتي مسلوقه. انت بتسلقي كده شويه مكرونه عقبال ما نشوح بقيه الحاجات، وتقومي واخده المكرونه على طول من ميه السليق على الحاجات اللي احنا هنحطها دلوقتي. تمام، انا طبعا سلقاها اهو جاهزه معانا. نقول باقي المكونات معايا: زيت، معايا فص كده ولا فصين من الثوم المفروم، معانا حتت من الروز بيف. ممكن بقى نستبدل الروز بيف ده بقى بايه؟ ممكن مثلا نحط بداله لحمه مفرومه، ممكن نحط بداله هوت دوج، ممكن نحط بداله بواقي مثلا فراخ او لحمه مسلوقين او بانيه او اي حاجه من الحاجات دي. مفيش، ما تحطيش خالص، مفيش مشكله. معايا كمان فلفل رومي اخضر متقطع صغير، معلقتين من معجون صلصه الطماطم، معايا نص كوبايه من كريمه الطبخ. اخ، نيجي بقى كريمه الطبخ، مش عندنا كلنا كريمه الطبخ. طب نعمل ايه عشان يبقى عندي كريمه الطبخ او البديل بتاعها؟ بتجيبي النص الكوبايه دي لبن حليب عادي، وتقومي حاطه عليها معلقه دقيق ومدوباها بدوبه الدقيق كده فيها، خلاص هي دي هتبقى بديل كريمه الطبخ في الوصفه دي. تمام، ومعانا بقى شويه جبنه شيدر، ممكن برضو حبه كده من ميه سليق المكرونه علشان الصوص كده ايه يتوغل مع بعضه. بس كده ولا اي حاجه تانية، وبتبقى تجنن وحلوه قوي. اول حاجه عايزين نحط زيت في الطاسه هنا كده علشان نعمل بقى ايه الصوص اللي احنا هنحط فيه المكرونه بتاعه مكرونه المستعجلين. والله كلنا اوقات بنبقى فعلا جعانين ومستعجلين في نفس الوقت، او مش مستعجلين يعني مأنتخين كده مش قادرين نعمل حاجه. انا معايا كمان شويه مشروم ممكن احطهم ما دام عندي. هنحط كده فصين ثوم وهرمي معاهم على طول المشروم والفلفل الرومي الاخضر، وزي ما قلت لكم الرز بيف ممكن نستبدله زي ما اتفقنا باي حاجه عندك في البيت تنفع، او نستغنى عنه خالص هنا. وبرده المشروم طبعا برده اختياري كده. معجون صلصه الطماطم معلقه كده كبيره، كل الكلام ده محتاجين نعمله كده مع بعض ودب دب بسرعه علشان الثومه ما يتغيرش لونها او تغمق كده. تمام، ومعانا كريمه الطبخ اهو كده، وشويه من ميه سليق المكرونه، وزي ما اتفقنا كريمة الطبخ بدل نص كوباية كريمة الطبخ هتبقى نص كوباية من اللبن الحليب وعليه معلقة من الدقيق. هنحط ملح وفلفل وفلفل كده. طبعا المقدار اللي انا عاملاه دوت اللي هو هيكفي بني ادم واحد، هتعملوا اكتر من كده زودوا بقى كده. مكرونة ونقلب الكلام الحلو ده، طعمها يا جماعة خطير وسهلة جدا. نحط عليها بقى شوية جبنة، جبنة شيدر، جبنة مثلا رومي، اي جبنة عندك براحتك خالص كده، ونقلب الكلام الحلو ده ونغرفها وشوكة بقى بسرعة، ها عشان دي للمستعجلين. وبالهنا والشفاء، احلى طبق مكرونة سريع جدا جدا. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. احنا غارفين هناك واحد اهو لطيف قوي، خطير، وريحتها كمان تجنن فظيعه. جربوها جربوها وقولوا لي ايه رايكم. هات لنا يا استاذه سموره الطبق الحلو اللي هناك ده، خطير ان شاء الله تعجبكم. فاصل بسرعه جدا ونرجع بعد الفاصل نعمل بيتزا بس بالعيش بقى بالتوست كده، خليكم معانا بعد الفاصل.